السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وحال. في ناس كتيره خايفه من اللقاح المطروح في السوق، في اللي هو في مصر سينو فارم، في الاسترازينيكا. انا من المحله كان موجود استرازينيكا بس خلص، فاخدنا سينو فارم. ايا كان وتوفر يعني نوع اللقاح، بس اتمنى انك تاخده لانك مش هتعرف تعمل اي حاجه في اي مصلحه حكوميه او انك طالب جامعه تخش الا بالبطاقه بتاعت اللقاح. يلا بينا كده على الفيديو، هنقول كده شوية نصايح نباتية كده لأكلك وشربك إن شاء الله في الشتاء، علشان خاطر تبقى في صحة كويسة أنت ونباتك وعيلتك كلهم جميعا. يلا بينا ومن غير انترو على الشرح، يلا بينا على رقم 1. شرب الحلبة باللبن في الشتاء مغذية ورهيبة جدا، لكن لا ينصح بيها أصحاب السمنة والأوزان المرتفعة والستات اللي عندهم نسبة عالية من الإكسايتابيليتي في الجسد. يعني ما تنفعش ست اللي عندها اكسيتابيليتي بكميه عاليه الاحتياج، يعني عندها احتياج شهوانيا شويه، والناس اللي هم الغير متزوجين اللي عندهم الهرمون عالي برضو سواء انثى او ذكر. رقم 2، جوزة الطيب تضاف الى الطعام او الى الاكل، لكن بكميات قليله شويه، ولا ينصح بيها للناس اللي ضغطهم عالي او عندهم حساسيه منها. رقم 3، الحبهان اللي فيه ناس كتيره ما بتحبهوش، هتعمل ايه؟ هتجيب الحبهان. طبعا احنا بنحط تقريبا 5 حبات على حله الشوربه او 6 أو 7 حبات بتبقى مقدار، لان الكيلو بتاعها غالي بيوصل ل 650 و700، ومش عاوز ابالغ لو قلنا انه وصل دلوقتي ل 800 او 900 جنيه. تمام، هنجيب 5 حبات او هنجيب الحبهان اللي احنا بنشتريه من عند العطار ونطحنه ونعمله في هيئه باودر زي الثوم الباودر، البصل الباودر، البهارات الباودر والكلام ده، ونحط منه مثلا ايه على طرف المعلقه الصوره بتاعت الشاي، لان في ناس ما بتحبوش، يعني مثلا جوزك او ابنك ما بيحبوش انه يجي تحت درسه، لما بيحبش طعمه، انما انا عادي بالنسبه لي جدا، يعني طعمه مقبول وانا عارف انه مفيد جدا للمعده والجسم والصحه بشكل عام، فالحبهان يا ريت يضاف للاكل. رقم 4، الروزماري والزعتر والريحان، الحاجات دي تنضاف للاكل طازه ونشتريها من اي مشتل. تصرف الحاجات اللي عند العطار، انا ما اقدرش اقول ان هم ما عندهمش ضمير، لان اكيد في ناس عندها ضمير، بس الورق اللي انت بتجيبه ناشف من عنده ما تعرفش اذا كان مخلوط ورق شجر او ما تعرفش اذا كان ناشف منين او الكلام ده كله، بتشتري الحاجه ناشفه قاش ليها على طعم ولا ريحه. جرب، تعال عندي، تعال خد من اي مشتل، جرب شم الريحان ناشف طازه، جرب شم الزعتر، الزعتر البلدي المصري بلاش اللبناني ولا الجبني اللي هو الرفيع ده، مش هتلاقي له طعم زي الورقه الكبيره، الزعتر البلدي رهيبه جدا. رقم 5، حمص الشام يتنع ويتحط في الميه، يتساب في الميه يتنع فيها على الاقل 18 ساعه على مدار اليوم متواصل، علشان ما ياخدش سوا كتير على البوتاجاز، ما يسحبش غاز منك، وفي نفس الوقت تبقى انت تاكل الحاجه مستويه وطعمها حلو. ولما تحطيها على النار بالله عليك حط الميه، بلاش ميه صافيه، هتحط صلصه وبلاش الصلصه المعلبه الكامله بعد اذنك، هتحطي صلصه طبيعيه عاديه جدا تعملها على ايدك، وتضيفي ليها معلقه او معلقتين من معجون الصلصه المعلبه علشان بس يلونها شويه، انما لو حطيت الصلصه المعلبه كلها كامله عليها مش هتدي لها طعم، وبعد شويه لما الحمص بيبقى منكم شويه في الميه ويتساب في الميه بتاعت الصلصه بتمرر، بيبقى طعمها مش حلو. هنحط بقى قطعه روزماري، الثلاث اربع ورقات زعتر بلدي من اللي قلت لكم عليها، تبقى ورقه كبيره كده علشان ريحتها تحفه بجد، سنه ملح بسيطه جدا، حط ورق لوري، حبهان، مكعبين مرق الدجاج على الكيلو الحمص الواحد. شوف طعمها تبقى عامل ازاي وادعيلي. بس كده بقى يا ست تسيبيه ياخد ويدي معاك كده، يستوي كده مع نفسه على نار هاديه، وبعد ما تخلصي زي ما هو هتضيف عليه، اما تطلعي بقى هتضيف عليه ايه؟ سنه ملح، عشان احنا ضفنا ملح قبل كده، سنه ملح، كمون، ليمون، رشه جنزبيل، شطه لو حبينا، زيتون اخضر لو حبينا، جربيه من غير الزيتون وجربيه بالذات. نصيحه السادسه، شرب الشاي الاخضر بعد اذنكم، بلاش الشاي الاسمر، الغوه من حياتكم، اشربوا الشاي الاخضر، ممكن تشربوا قهوه ماشي، الشاي الاسمر ممكن ماشي، يفضل كوبايه كل يومين ثلاثه بس اتمنى تلغوه، اعملوا زي الصين مخليه حياتهم كلهم شاي اخضر. لو عرفت الشاي الاخضر ده بيعمل ايه شوفوا، بس يعني شوفوا اعملوا الشاي الاخضر كل يوم، شربوا كوبايه وكوبايتين شاي اخضر، هيعمل ايه في جسمك؟ عشان كده تلاقيهم كلهم مسلوعين كده. طبعا الاكل الصحي الكلام مع بغض النظر عن الحاجات المقرفه اللي بياكلوها، انا قصدي الحفاظ كده على ان مفيش نسبه فات بتخش لهم الشاي الاخضر ده ويشربوه على طول، فينصح عشان خاطري خلوا الشاي الاخضر بدل الشاي الاسمر. السحلب يا معفنه خليه بلبن طبيعي، لبن ام محمد، بلاش اللبن المعلب، ويفضل اللبن بتاع ام محمد ولا ام ياسر اللي بيجيبهولك لحد البيت، ده اللبن الطبيعي ده تغليه، اللي يقول لك واعلانات بتيجي اصل اللبن ما بيغليش مش عارف، لا اي حاجه بتغلي عند درجه غليان 100 او حتى وصلت ل 90 ولا 95 ولا 100، خلينا في الطبيعي او الصحي، درجه الغليان لما بتوصل ل 100 من اللبن او الميه والكلام ده ما بيقعدش فيها اي بكتيريا او اي ميكروبات خالص. تمام،
هتغلي اللبن وتعملي شويه السحلب، ويا ريت بقى لو ايه حته صباع موز كده، حته موزه وحته تفاحه، ويا سلام لو رشه قرفه، ويا سلام بقى لو ايه 3 4 5 حبات عنب كده ايه من الاحمر ده جوه السحلب. وادعي لي لو رجلك بتسقع في الشتاء، حط لو مؤاخذه في الجزمه 3 ورقات او ورقتين زعتر والله اعلم، عشان هو اكل لو حرام بلاش. انا نفسي ما جربتهاش، بس انا سمعت وكده واتاكدت من المصدر كويس ان ورق زعتر جوه الحذاء بيخلي الرجل تضيع منها البروده في الشتاء. والله اعلم، انا مخلص ذمتي امام الله سبحانه عز وجل. البرتقال والموز والرمان في الشتاء لو كل يوم حبه واحده، حافظ على الثلاثه دول، حافظ على الثلاثه دول، حافظ على الثلاثه دول. رقم 10، اقتني النباتات اللي انا هقول لك عليها دي، عليها دي هتحس كده بريحه كويسه في المكان، بتسحب اكبر قدر من ثاني اكسيد الكربون في الشتاء. عندك نبات الدراسينا الحمراء، اللانتانا كمارا، مسك الليل، الياسمين البلدي، زهره الكلانشو، معلش عشان انا كاتبهم، البوتس، البوت نبات، نبات البوتس والشرانيا، ونبات الاسبرجاس، الاسبرجاس الناعم. الخشن هيعورك لو هتبقى حريص، خلاص هات الخشن يعني اي حاجه منهم. دول 10 نصايح في الشتاء، بجد هتحسوا بجد بجو حلو، هتحس بمناعه كويسه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو في اي حاجه انت عاوز تتكلم عليها في التنميه البشريه، او انت حاسس بحاجه عاوز تتكلم عنها، او تتكلم عن نوع نبات معين، سيب لي الكومنت تحت، ان شاء الله ايه هعمل لك فيديو بيها. سلام.